بخصوص اليوم العالمي، طبعا احنا المفعلين اليوم العالمي للسرطان، ما يخص الحضور كان الجمهور جدا متفاعل، في فكر ايجابي، في توعيه وتثقيف، تفاعل كبير من الجمهور. ما يخص الكتيبات او اللي تقدمها الجمعيه، عندنا هنا عضويه خاصه بالجمعيه، عندنا نقل واركاب، هنا اسكان المرضى للمرضى، عندنا التعريف، كتيب بسيط، تعريف الخدمات، تعريف الخدمات الجمعية، عندنا الكشف المبكر للنساء فقط، إضافة إلى الإعاشة، وهذا كرت يعرف بالجمعية والتبرعات اللي تقدمها الجمعية. أنا ريم الزويد من محاربين السرطان. إيش نوعية المرض اللي كان معك؟ نوعية المرض ورم خبيث بالفقرات، الحبل الشوكي. طيب كيف تم العلاج؟ تم العلاج سنة الكيماوي وشهرين الإشعاعي. طيب يعني ريم مين اللي تكفل أو إيش الجهة اللي تكفلت بعلاج؟ تكفل بعلاج الملك سلمان، تكفل بعلاج خارج السعودية وداخلها، وأشكر على التكفل بعلاجي. ريم كيف توصفي الفترة اللي مريتي فيها، عن سواء فترة المرض أو فترة الشفاء؟ الحمد لله، يعني الحمد لله، هذه قدرة الله. المرض صار لي بداية، بيكون بداية لأي شخص في الدنيا، المرض صار لي بداية، بيكون بداية لأي شخص. كيفك في المدرسة ومع زميلاتك وصحباتك يعني بخصوص هذا الموضوع، يعني كيف يتعاملوا معاه؟ صحباتي يعطوني الأمل، ودائما يقولون المرض نعمة، وأن الله يحبك. يعني طيب كيف تمارس حياتك اليومية ويعني عاداتك وهواياتك؟ هو رسم، والحمد لله قضيت سنة في المستشفى، والحمد لله بعد العسر يسرى. اليوم أنا في عالم السرطان، أحب إني أشكر على ضيافتكم لي، وأحب إني أقول اللي فيهم سرطان إن شاء الله الله يشفيهم، والله يحميهم عن السرطان. أنا شريف الحقباني، مصاب بسرطان الدم، أول طفلة ملقب بسفيرة محاربي السرطان بقيادة حمزة اسكندر، أحمل لقب سفيرة آدم، صاحبة مبادرة فعل على أرض الواقع
المرض؟ كانت تجربتي والله في البداية زعلت وضعت أول ما دريت بالخبر، بعدين صرت ما أشرب العلاجات، صرت ما أسمع كلام أهلي، بعدين فكرت وقررت إني أحارب مرض السرطان. قلت وش استفدت إذا ما حاربته؟ الحمد لله أحارب إن شاء الله وأنتصر عليه وتغلب عليه. أكبر معاناة مرت عليك؟ والله أول ما بديت الكيماوي أصعب الكيماوي إبرة الظهر. تحسين أصعب من الإنسان يعني المرض هذا على الطفل ولا على الكبير؟ والله على الطفل الكبير، لأن الكبير خلاه يقدر الموت كثير، لكن الصغير لا توه. بعدين أصعب معاناة مرت علي أشوف أمي وأبوي متضايقين. طيب كيف رجعت حياتك بشكل طبيعي وتمارس الهواية